قالت جماعة أحرار الشام إحدى فصائل المعارضة المسلحة أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقف وراء الهجوم على مسجد في بلدة الجينة بريف حلب الغربي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وإصابة العشرات. من جانبه قال الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية أمس الخميس استهدفت متشددين من تنظيم القاعدة في محافظة إدلب، نافيا شنه غارات على المسجد المستهدف. الصراع السوري يدخل عامه السابع بالصوت ذاته. طائر الليل يحوم يوميا في أجواء هذا المكان وغيره، لكن في الليل الفائت أبى إلا أن يترك بصمته الدامية في قرية الجينة بريف حلب الغربي على مرمى حجر من إدلب. أكثر من 300 شخص تقول المعارضة تجمعوا هنا لأداء صلاة العشاء قبل أن تكتم أنفاسهم حمم الموت ويسقطوا بالعشرات. ومن نجا فما زال لسانه من تحت الأنقاض يلهج مكبرا. المعارضة على الأرض ورجال الخوذ البيض تحدثوا عن نشاط في الوقت ذاته للطيران الروسي في الأتارب وبلدات في المنطقة بينها الجينة. مساء اليوم طيران روسي باستهداف مسجد في قرية الجينة. وقد يكون الطيران أمريكيا، إذ تتحدث واشنطن هنا عن ضربة طالت تجمعا لتنظيم القاعدة في الزمن ذاته وقرب المكان عينه، لكنها قالت إنها تحقق في معطيات استهداف مسجد في المنطقة. المركز هنا مركز توحيد، مركز صلاة أطفال من 8 سنين لسن 60 سنة، عزل لا يحملوا السلاح. وين الإرهاب في المكان هنا؟ وين الإرهاب؟ روسيا كان أم أمريكيا أو طيران النظام لا فرق. ففي ظل اتفاق وقف إطلاق نار هش يستثني تنظيمات توصف بالإرهاب، تبقى الأجواء السورية ملبدة بهدير طائرات جاءت من كل حدب وصوب تحت مسمى التحالف الدولي، تثير الرعب هنا وهناك وتحرث الأرض لتحصد موتا في الحال وتضع خريطة مقابر جديدة لموتى يدفنون أحياء كالحال هنا. اسمع.